السلام عليكم. يؤلمني أن أرى أكثر من 70,000 مواطن يموتون بسبب قرار هم اتخذوه برغم معرفتهم بضرره. اليوم كان من المفترض أن نطلق حملة ضد التدخين، لكن كما يعلم الكثير أن التدخين مضر وأنه يسبب الكثير من الأمراض. لذا اتفقت أنا وزملائي على إلغاء الحملة الدعائية بأضرار التدخين وتوجيه الميزانية لإنقاذ 70,000 شخص الذين خسرهم كل عام ومعالجة الذين يعانون في المستشفيات بسبب التدخين ويتمنون لو أنهم تركوه بإرادتهم قبل أن يجبرهم المرض، أيا كان اسمه، دخان، شيشة، سيجارة إلكترونية. الإقلاع بيدك وليس لأحد القدرة على إقناعك إلا أنت. وإذا قررت تواصل معنا على 937، ويسعدنا أن نقدم لك كل العون في عيادات الإقلاع عن التدخين من البداية وحتى الإقلاع بالكامل بإذن الله. ساعدنا نساعدك. شكرا لكم.